وينضم إلينا أيضا مشاهدي الكرام عبر الهاتف الدكتور أمجد فريد السياسي السوداني. دكتور أمجد، بعد التحية، تابعنا كلمات المسؤولين والرؤساء خلال هذه الجلسة الافتتاحية، وكان من ضمن الأمور الهامة جدا أهمية المباحثات بين الأطراف المتحاربة. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الأرضية المشتركة الذي سيتم من خلالها هذه المباحثات؟ شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم على الاستضافة للمرة الثانية. الحقيقة الوقود المختلفة والرؤساء الوقود كل الكلمات بتاعتهم كانت إيجابية باتجاه البحث عن حل لإيقاف الحرب في السودان، وكل هذه الدول وكل هذه الدول خارج الليل عندها نفوذ مختلف الأنواع على الأطراف المتقاتلة في السودان سواء الجيش أو الدعم السريع. الآن في حاجة لممارسة هذا النفوذ بشكل مباشر لإجبار الأطراف للجهود تجاه الحل في السودان، وبدءا من أول انطلاقة نحن نحقق هذه الحرب في السودان بشكل عسكري. الطرفين لمدة 89 يوم استمروا في القتال بدون تحقيق أي تقدم لطرف ضد الآخر، والآن أعتقد أنه من الضروري أو المنطقي الجلوس إلى مائدة التفاوض للوصول لحل بيضمن السلام والاستقرار في السودان. نعم. دكتور أمجد، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض رؤية مصر لحل الأزمة في السودان، ودعا الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والبدء في مباحثات جادة، وأيضا شدد الرئيس على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية وحماية العاملين بالمجال الإنساني. إلى أي مدى دكتور أمجد يعني ننتظر الآليات والحل بعد الجلسة يعني المغلقة التي تنعقد الآن؟ أنا أعتقد أن الجلسة المغلقة حيكون فيها نقاش أكثر صراحة ووضوح بين مواقع الدول حول الآليات اللازمة لتطبيق هذه الأمور، وبالفعل فإن توصيل المساعدات الإنسانية والسماح بمرور حماية العاملين في المجال الإنساني هو عنده الأولوية القصوى لتخفيف آثار الحرب على السودانيين العالقين في منطقة الحرب بين المنطقتين. زي ما أتكلم إنه من دول الاستشارية الليلة نفوذ واتصالات مختلفة مع سياسة للضغط على الطرفين المتحاربين لتنفيذ هذه الرؤية باتجاه إيقاف الحرب. طيب دكتور أمجد، هل تعتقد أنه يمكن أن ينضم أطراف سودانية قائد الجيش أو حميدتي إلى هذه المباحثات اليوم؟ ممكن أن تؤدي المناقشات إلى وصول إلى هذه النتيجة حتى يكون هناك حوار بالفعل على طاولة مفاوضات أو طاولة مباحثات الدول جوار السودان؟ قائد الجيش وقائد الدعم السريع الاثنين مجرمين، ينبغي إجبارهم على الوصول لحل. الاثنين اثبتوا انهم غير مسؤولين تجاه الشعب السوداني ولم يصروا اي جديه في الوصول الى حل. انا اعتقد ان قمه دول الجوار الرساله الاقوى التي ترسلها بانه لن يكون هناك انحياز لاي طرف، وانه الانحياز هو للشعب السوداني، وانه الانحياز هو لايقاف الحرب في السودان. لا أعتقد إنه الاثنين يمكنهم أن الاثنين تغيب عن حضور القمة السابقة في أديس، ولا أعتقد إنه يمكنهم الاثنين الانضمام. ترددت إشاعات عن حضرتك بتتحدث عن أنه لابد من إيقاف الحرب بالتوازي لمصلحة الشعب السوداني، صحيح؟ بالضبط كده. نعم. وهذا هو السؤال التالي: دور الشعب السوداني حتى يكون عنصر محفز على إيقاف ما يحدث على الأراضي السودانية، كيف ترى؟ الأطراف المدنية السودانية المختلفة على اختلافها السياسي هي ظلت متفقة على إنه على ضرورة إيقاف الحرب، وإن أي آلية للحكم العسكري هي مفروضة من الشعب السوداني. أنا أعتقد أن هناك ضرورة لوحدة بين القوى المدنية السودانية بتخاطب وتتجاوز كل الخلافات السابقة باتجاه الهدف المرحلي الآن اللي هو وقف الحرب، وتأجيل كل الخلافات السياسية إلى وقت لاحق لمحاطبتها، فيما إذا حوار وطني بيضم الجميع في اتفاق فيه
على الثوابت تحت الدولة السودانية وكيفية ضمان استقرار السودان على المدى الطويل. نعم. دكتور أمجد، سؤال آخر، يعني هناك بعض السياسيين عندما تحدثوا عن الأزمة السودانية وهم يتحدثون إلينا أيضا من الأراضي السودانية كانوا يتحدثوا عن أنه لابد من تنحية طرف وإبقاء طرف وما شابه، لكن في هذه الجلسة الافتتاحية كانت هناك كلمة هامة جدا، أن مباحثات جادة بين الأطراف المتحاربة. إذن هل هذا يعتبر بمثابة رسالة الطمأنة للأطراف المختلفة حتى تستطيع أن تجلس على طاولة المفاوضات؟ لا يمكن طمأنة المجرمين يلاحقهم سيف العدالة، إنما ما يمكن هو توفير فروض آمن لهم أو مخرج آمن لهم ومقايضة المحاسبة على جرائمهم دي بإيقاف الحرب وحل الميليشيا وإصلاح الجيش. الحرب دي ما فيها طرف جيد يتم طمأنته، هذه الحرب تحدث بين طرفين الاثنين هما سيئين أثاروا الحرب في السودان وزعزعوا الاستقرار في المنطقة وأثروا بلحظتهم على كل مسار الانتقال ليس في السودان، أجبر أعتقد في الإقليم والعالم لمدى طويل جدا جدا. فما أعتقد أنه الطرفين بيحتاجوا رسائل ثانية بقدر ما بيحتاج لمخاطبة مخاوفهم أو ما يترتب على استمرار هذه الحرب في المدى الطويل. نعم. إذن دكتور أمجد، يعني من كلام حضرتك أفهم أنه يعني يمكن أن يكون هناك اتفاق على خروج آمن مثلا للطرفين حتى يستطيع السودان أن يتخطى هذه المرحلة، أم كيف يكون الحل من وجهة نظرك حتى لو كانت هناك آلية من قبل دول الجوار؟ أنا ما أرى أنه هو ده الحل الوحيد، أنه أي حل لازم ينبني على ثلاثة أركان أساسية. اتفضل. على حل الميليشيا بشكل واضح، أنه لا يمكن استمرار قوات الدعم السريع كمؤسسة اقتصادية ومؤسسة سياسية ومؤسسة عسكرية كلاعب طبيعي في السياسة السودانية، لا يمكن، يجب توحيد كافة القوات العسكرية تحت قيادة واحدة تخضع للجهاز التنفيذي للدولة، وثانيا ينبغي إصلاح المؤسسة العسكرية لتتمكن من أداء دورة الطبيعي هي فشلت فيه حتى الآن، وإزالة كافة عناصر التسييس منها وخصوصا تأثير الأخوان المسلمين والعناصر تحت النظام البائد بتاع عمر البشير. والأمر الثالث هو الشروع في حوار وطني حقيقي بيضم كل الأطراف الوطنية السودانية ذات المصلحة في ضمان الاستقرار في السودان وتحوله وانتقاله والاتفاق على المبادئ التي تنبني عليها الدورة الوطنية. هذا هو الهدف الذي ينبغي أن نبحث عن الوسائل التي توصلنا إليها. إذن دكتور أمجد، يعني الحل يكمن في يد القوى المدنية السودانية؟ الحل يكمن في يد كل السودانيين وفي يد كل المهمومين والمتحاربين في الصراع في السودان. الأطراف المتحاربة أثبتت إن هي مجرد يعني أطراف متحاربة لا يعنيها سوى مصالحها، وحتى إذا كان ذلك بهدف السودان على رؤوس السودانيين يعني. فالحل هو بيكمن في أيدي السودانيين بمعارضة دول الجوار ودول الإقليم ودول العالم. نعم، حضرتك بتقول أن الحل يكمن أيضا في أيدي السودانيين وأن الأطراف المتحاربة فكرة أن تكون هناك محادثات ومباحثات فيما بينهم حضرتك بتستبعدها؟ إذن لا، هي يجب أن تحدث مباحثات فيما بينهم على التكنيكال آسبيك بتاع إيقاف الحرب، يطلعوا قواتهم برا المدن، يوقفوا القتال، لكن على المدى الطويل أو على المدى الطويل يعني لابد أن يكون هناك مباحثات ومحادثات بينهما. بالضبط، ودي يجب أن تتم بمشاركة القوى المدنية ومشاركة كل السودانيين بدون توظيف تصفياتي على الآخر. دي ينبغي أن تتم برفع الأجندة المدنية في طاولة المباحثات، لكن لا ينبغي أن تكون هذه المباحثات حول تقسيم السلطة بين الطرفين المتقاتلين مرة أخرى، لأنه هو ذلك ما قادنا إلى الحرب في المقام الأول. نعم، وتبقى فكرة المباحثات والمحادثات الجادة هي النقطة الرئيسية والعامل الرئيسي لحل هذه المشكلة. دكتور أمجد فريد السياسي السوداني، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا.